مرمى القدس يوحد اخطر في الدقائق الاولى. الكرة تعود سريعة جدا، اسيست راي عيلة، وهاتشي فرصة لهدف اول، لا وجود لراية، هدف هدف اول هو ومن غيره ان لم يسجل يصنع اوهاتشي 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 النيجيري يصنع هدف حاضر في هذه الدقائق. الى اللاعب الرائع هناك عبد الله حضرتي، فرصه كانت رائعه، فرصه كانت لوحد، عادت للقادسيه. نعم تتقلب الاوضاع وتتقلب بعض الفرص في اللقطه الماضيه، كره مرت سريعه، هدف اول للقادسيه. البداية تحضر، هنا الفرصة، هنا الفرصة، وهاتشي سلم الكرة بشكل رائع جدا إلى حضرتي، ومن أمام المرمى خاليا خاليا في اللقطة الماضية حضرتي يسجل الهدف الأول. خذ لك مباراة في الدقائق الأولى، خذ لك رتم سريع في الدقائق من خلال هذا الشوط. هل سيحافظ على مرمى؟ هناك يوسف المناعي وهاتشي بشكل رائع، مرور بشكل جميل هناك ما بدفاع احد والى ركله ركنيه. هذا هو هاتشي، لاعب خطير جدا النيجيري، كل رائع، وسجلت بالمليان في شوط اول الى حد هذه الدقيقه. احد قد يحضر في اي دقيقه، شاهدنا خطوره من احد، ولكن القادسيه لعب على الاخطاء. لقاء عندما يكون قريب من كل كره، قريب من كل لعبه، يعطي اريحيه في اتخاذ القرار كما شاهدنا في اللقطه الماضيه. كره بتعود من اوهاتشي، القادسيه هدفين كانت عن طريق كل من حضرتي بصناعه من اوهاتشي وبسرعه نيجيري. هذا اوهاتشي، هذا اوهاتشي، استعاده للكره والصافره، والحكم قريب. باصات الكرات القصيره تبدو خاطئه بشكل كبير جدا، ولكن تمريره اوهاتشي خطير. متابعه الغامدي تحضر في اللقطه الماضيه حضرتي، الله يا حضر. شراره بتصل طويله، هذه الكرات العشوائيه التي تحضر بدون عنوان، دائما ما تفقد لذة الوصول ولذة الحلول والمتعة الكافية داخل أرضية الميدان. يبدو لنا راح برافو عبد الرحمن سفري يلعب كرة جميلة إلى وهاتشي، وهاتشي سريع، وهاتشي خطير، وهاتشي واحد على واحد ممكن يمر، ولكن مع العلاوي، العلاوي بالمرصاد، عرضية وصلت إلى حضرتي، حضرتي صعب جدا. الغامدي محمد زايد يرسل كرة سهلة جدا إلى ويليامز، كثرة اللمسات، كثرة الكرات العشوائية وصلت إلى أوهاتشي، أوهاتشي مر، أوهاتشي يلعب الكرة وتسجيل، الله على الكرة، لا زالت فيها فرصة. عودة بحذر، متابعة بحذر واستمتاع، ولا زالت في فرصة، أوهاتشي عرضية حضرتي والهاتريك، الله. وإن كانوا ينتظرون الحل فالحل عند حضرتي، هو أصحاب الحلول، نعم هو صاحب الحل يا حضرتي، بالهاتريك 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 يا مناعي، بالهاتريك يا يوسف المناعي، الله على وهاتشي، نعم يصنع باسمه الثاني ويسجل هناك حضرتي الهاتريك باسمه والرابع باسم القادسية. وهاتشي بسرعة، وهاتشي بحل، وهاتشي بلمسة وصلت إلى حضرتي، يا سلام، هدف رابع لبنو قادس في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات وفي هذه الأجواء، الأمور تبدو صعبة. 4 أهداف إلى حد ذي الدقيقة، تشاهد بعض الأسماء في المقدمة عندهم عطاء كبير جدا في أكثر من فرصة. وهاتشي وفرصة للهدف الخامس، الله، لا 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 لا، وهاتشي حتى في أغرب الفرص، حتى في أغرب الفرص، كم هو غريب، كم هو هداف، كم هو ممتع، كم هو جميل بكل ما تعنيه الكلمة، يا سلام يا وهاتشي، هدف خامس بطريقة رائعة من أمام عبد الرؤوف ناتاش. وهاتشي نعم الهداف، شوف الرأسية، شوف الانطلاقة، شوف اللعبة، شوف القدم اليمنى، المرمى خالي، المرمى خالي، وهاتشي في كل مكان،
في كل مكان وفي كل دقيقة وفي كل زمان، في صناعة، في تسجيل، في تحرك، في لمسة، في مهارة. نقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عن نجيري بسرعة كبيرة. نعم بسرعة كبيرة، نعم يصل الراية أن تصل إلى وسط الميدان شرارة إلى السفري. يعني وهاتشي صعب جدا أن تقف عند وهاتشي بهذا.